أجواء بهيجة ميزت حفل الختان الجماعي لفائدة 30 طفل المنظم من طرف بلدية الصوالي بالتنسيق مع عدة جمعيات ثقافية. تقوم البلدية أو رئيس مجلس الشعب البلدي وأعضائه بمثل هذه المبادرة الطيبة، وهي حفل الاختتان لبعض العائلات من بلدية الصوالي، يعني يكون فيه تجهيز كامل على عاتق البلدية. ختان جماعي فيه ما يقارب 30 طفل من الأسر المعوزة، فرحة عارمة على وجوه الأولياء قبل الأطفال. حفلا زاده تميزا إبراز العادات والتقاليد الجزائرية الخاصة التي أدخلت الفرحة في قلوب الأطفال وأوليائهم. فرحونا على هذه المبادرة اللي داروها، فرحت من قلبي صح مقبل، والله كنت نبكي، حاجة مليحة. الناس راهي كاع فرحانه. هي مبادرة تنظمها بلدية الصوالي كل شهر رمضان، تدخلها البهجة والفرح للأطفال والأولياء.